اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يخليك في بيتك بيت القاهره ومتابع وزاره البيئه. اهلا وسهلا بحضرتك، اول مره سافرت اتشرف بحضور حضرتك، اهلا بيك. استاذ اسامه الجحش نصير الفلاحين، اهلا وسهلا بحضرتك تشرفنا. الاستاذ محمد العقاري خطيب عام الفلاحين، اهلا وسهلا بحضرتك في مكانك وفي بيتك. السيده الاستاذه شاهين مقلب، اهلا وسهلا يا فندم. انا مش شايف الاستاذ محمد الاستاذ محمد فرج والحاج مظهر وبقيت اخواننا من الاتحادات التعاونيه الزراعيه. نعم فندم. الحاج مجدي شراره، اهلا وسهلا. شراقي لا مؤاخذه، الحاج عبد الفتاح. شراقي عبد الفتاح، اهلا وسهلا. الحاج عبد الفتاح سراج، اهلا وسهلا فندم. الحاج علي وزير، اهلا الحاج علي. عشان اتكلم النهارده عن قش الرز، كيفيه التخلص منه، فاعتقد دي تجربه منذ سنوات وانا لن اضيف على اللي قال. لكن الجديد فيه ايه؟ الجديد ان انا لابد ان انا ادخل الفلاح بذاته، يكون معايا شريك، معايا انا هو الجديد عندي، يعني ان يكون معي شريكا في اتخاذ القرار. ايه الوضع اللي هو يريح، واحنا نشوف ايه المعوقات اللي تبقى قدامنا من الوزارات الثانيه. والحمد لله ان اكثر الوزارات احتكاكا بوزاره الزراعه هي وزاره الري ووزاره البيئه. عام مصر تستطيع بفلاحينها وبرجالها وشبابها وظباطها واطباءها وكل العاملين اللي فيها. انا بالمناسبه دي بهنيكم جميعا على افتتاح قناه السويس، ونقول للعالم هديه ام الدنيا لكل الدنيا. شكرا عليك يا فندم. وده فعلا ده شيء ملموس على ارض الواقع لفلاحين مصر في هذه الفتره، لان احنا بنقول للفلاح يا فندم بشتى القيادات الفلاحين اللي موجوده ما عملش وقفه احتجاجيه ولا فئويه ولا لا مش هنعمل طبعا. لا لا احنا هنعمل عزم، انا بقول لك هنعمل عزم. طب انا بحترم الكلام اللي بتتكلمه، فسيبوني بس ادوني الفرصه وبعدين على انا لسه الى الان مصمم ان الفلاح لم يظبط عليه ان عمل وقفه احتجاجيه ولا فئويه وبالقيادات المحترمة اللي موجودة، وبأول لمسة مع الدكتور وزير الزراعة والدكتور وزير البيئة احنا بنبعت رسالة للفلاح، ادي بداية الاهتمام بيه، لان احنا هنبدأ نستفيد من المخلفات الزراعية، مش قش رز بس ده ولا القصب ده، هناك مخلفات اشجار وخلافه واخلافه هنستفاد منها، نعمل منها فعلا سماد عضوي، سماد خلافه بالتكنولوجيا الحديثة اللي هتقدمها لنا وزارة الزراعة مع وزارة البيئة. فالنهاردة احنا اللي سعداء باهتمامكم برسالة جميلة للفلاحين مصر كلها، اللي احنا بنسموه بنشكركم كلكم، وعرسكم برضو الدكتور محمد مهندس محمد الارشاد الزراعي اللي احنا محتاجينه، واحنا كنا بنمشي بنذاكر على السكك زمان الساعة 6 الصبح كنا بنلاقي بتاع الارشاد الزراعي بيلف معانا، سعادتك هو اللي بيرشد الفلاح. احنا مطلوب مننا سيادتك بتقول ان احنا نقوم بهذا الدور معاكم، فعلا احنا هنقوم نرشد الفلاح في الفترة القادمة بالتعاون للوزارات الموجودة معانا، احنا هنعاونكم، ده المطلوب مننا نقوم بيه كلنا في خدمة بلدنا، كلنا خدام لتراب هذا الوطن، وبشكركم جميعا. انا عايز اقول الريس الله يخليك، الريس قال مشوار الالف ميل بيبدأ فقط، وانا سعيدة ان الخطوة الثانية تبقى في مجال البيئة والفلاحين والزراعة. وانا بقول ان الزراعة هي مفتاح تخليص مصر من التبعية وفرض الاستقلال الوطني المصري على كل القوى اللي بتحاول ان تعوق التنميه والتقدم في مصر. فانا سعيده جدا بهذه الخطوه، وبتمنى ان يتبعها خطوات كثيره جدا، واعتقد ان الفلاحين هيكونوا في المقدمه، لان الوعي الفلاحي تجاوز التصورات السابقه وتعلم كتير. وهو لما ما عملش وقفات
كان واعي بان بلده مش حمل.